حدثنا قتيبه حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو احدث القوم والاشياخ عن يساره قال يا غلام اتاذن لي ان اعطي الاشياخ فقال ما كنت لاوثر بنصيبي منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه